13 ونصف من الثانية، ولكن ننتظر فالتيري بوتس حاليا. بوتس يتجه لتحسين الأزمنة، لويس هاملتون خلفه على أرض الحلبة، ألونسو بالمركز الخامس فقط، فالتيري بوتس إلى المركز فقط المركز الثاني، إذن بول بوزيشن لويس هاملتون، ولكن عليه أن يتراجع. إذن بوتس بول بوزيشن، هاملتون سينطلق من المركز الحادي عشر. إذن فالتيري بوتس أمام فرصة ذهبية الأمس.